السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وحضراتكم بخير يا رب. بمناسبة عيد الأم اللي قرب، قلت أعمل علبة بسيطة جدا للهدايا، عشان إن شاء الله ما نجيب هدايا لست الحبايب كده نحطها فيها. دي علبة عادية بتاعت مرق الدجاج أو علبة شاي، أي علبة عندك تقدر تعمليها. أنا جبت ورق فوم اللي هو بيتلزق، هقصها الاول، هرجعها تلزق تاني، هقصها قد العلبه. زي ما حضراتكم شايفين هكمل على كده. هبدأ أشيل الظهر بتاع الورقة، ولو ما فيش فوم اللي بيلزق تقدر تجيب الفوم العادي وتلزقيه بشم. ولو ما فيش فوم خالص ممكن أي قطعة قماش عندك. زي الشمع برضو. نقص الزيادة. انا جايبه فوم لون تاني، لون ابيض، احطه في الجنب. زي ما قلت لحضراتكم لو ما عندكوش فوم او اي قطعه قماش تكون شكلها شيك، بس طرحة قديمة اي حاجة عندك بس تكون الوانها حلوة. دي هحطها هنا كده في الجنب. انا بشيل ظهر الورقة عشان الزقها. زي ما حضراتكم شايفين هدخل الورقة كلها لجوه. طبعا الورقة اللمعة اللي في الفوم شكلها شيك وعاطية منظر حلو. هنظبطها كويس. في الناحية التانية هنقص برضو واحدة طويلة، هقيسها الأول عليها عشان تبقى مظبوطة. وهقص كده انا بشيل ظهر الفوم عشان الزقه.
وبرضه هسيبها لجوه. ممكن دي هعملها كمان للقاع بتاع العلبه. لزقنا كده في بقية الجزء معايا التاني. انا عندي باقي الابيض وباقي الاخضر، ينفع تحطي كل جزء في جنب. الجزء الثاني هحط اخضر. هي العلبة من بره طبعا احنا مش هنسيبها كده. نعمل لها رباط نعلقها بيه. انا جبت رباط بتاع شوز، طبعا مش هحطه كده، انا هلزق عليه استرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين لزق في ايدي ما لزقش في ايدي. عملت واحدة، هعمل الثانية. لو عندك اي رباط اي شريط ستان يا ريت، بس انا لاني حاليا انا ما عنديش شريط ستان فانا بتصرف باي حاجه عندي. ولو ما كانش عندي الرباط ده برضو كنت هحط استرس كده، كنت هتصرف باي حاجه. زي ما اتفقنا ما تخليش اي حاجه توقفك عن اللي انت بتعمليه، تصرفي باي حاجه. اي شريط، اي قطعه جبير، اي كلفه، اي حاجه عندك كنت تنفع تشتغل بيها.
زي ما حضراتكم شايفين انا هلزقها كده، هلزقها بالعكس. بس تلزق كويس. تحطي ايدي التانية. برضه زي ما اتفقنا كده ان احنا هنلزقها على العكس. حطي شمع كتير عشان تلزق كويس. مش هنسيبها كده، هنعمل لها كمان حاجة، نحط لها في الجنب. بس برضو الأول هنحط لها الاستراس. في الاستراس اللي هو البلاستيك اللي أنا جايباه مش الألماس، ده سعره رخيص، المتر منه بخمستاشر جنيه، مش غالي، تقدري تشتغلي بيه، مش بيبقى باين في الشغل قد كده. ما عندكيش مسدس شمع، تقدري تسخني مسدس الشمع على البوتاجاز او على اي شمعه. انا قبل ما اجيبه كنت بعمل كده. هنعمل فيونكه صغيره كده، نحطها عليها من الجنب. اهي عمل الفيونكه، اهي مش معضله. اهي وهتتلزق بالشمع. اهي تاني، اهي هنعدلها كده عشان الشمع بيبقى سخن ولسعته بتبقى بشعة. زي ما حضراتكم شايفين ما اخدتش لا وقت ولا مجهود ولا امكانيات ولا حاجة خالص. اهي تقدري بقى تجيبي هدية لست الحبايب، اهي تحطيها فيها، شكلها شيك وجميلة، وهي كبيرة تاخد هديتين. يلا تقلوا جيبكم، اهي شكلها جميل جدا.
ومش مكلفه وما خدش مننا وقت ولا مجهود. تقدري تعمليها باي علبه مرقه، علبه شاي فاضيه، اي حاجه عندك تقدري تشتغلي منها. لا اخذت مننا امكانيات، ولا اخذت مننا خامات، ولا اخذت مننا وقت كمان. اتمنى اكون عجبتكم، واتمنى اكون عملت حاجه فادتكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة قدوم رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. فقلنا نعمل مع بعض زي ما عملنا الزينة، نعمل مع بعض بقى الفانوس. أنا أولا خرمت دي من هنا، الإزازة دي هنعمله بإزازة بتاعت مياه غازية وستراس، مش هنحتاج اكتر من كده. فانا فتحتها من تحت كده فتحات صغيره عشان اعرف ادخل فيها المقص. وافتحها كده كده، بعمل زي شرايط من الجناب النص. افتحيها بقى بقطر او باي حاجة. انا الحقيقة سخنت السكينة وخرمتها كده من تحت ومن فوق عشان اعرف ادخل المقص. نبدأ نيجي من فوق. نتنيها كده. ناخدهم واحدة واحدة.
جدا خفيفة لكنها جامدة على فكرة، مش رقيقة ولا حاجة في الشغل معاها. احنا الأول واحدة عملناها من تحت، برضه هنعمل نفس الحكاية. عايزين لما ندوس عليها تتفتح كده معانا. زي ما حضراتكم شايفين هنعملها برضه من النص، نفس الكسرة اللي عملناها من فوق ومن تحت هنعملها من النص. الطريقة اللي احنا عايزينها كده فتحت معانا بسهولة. طبعا مش هنسيب الشرايط كده، الشرايط انا هحط لها استرس، انا قصة استرس رفيع. انا اعمل واحده فضي وواحده ذهبي. لو ما فيش مسدس شمع تقدري تعمليه بالشمع العادي، سخني الشمع واشتغلي بيه عادي. هكمله وارجع لحضراتكم. اهو رجعت لحضراتكم بعد ما عملته اهو المنظر ده. هنبدأ بقى نكمل. انا جبت ورق بيلمع وقصيت عليه الهلال وفوانيس وكده، وهبدأ الزقه فيها من فوق. مفيش ورق بيلمع زي ده، ورق فوم، اي ورق عندك
تقدري تستعمليه. هنيجي من فوق طبعا مش هنسيب غطا الازازه كده اكيد هندريه. هجيب استرس ذهبي انا استعليها ليه كده نيجي من تحت نحط لها الشريط ده اهو. انا خلصت مع حضراتكم من تحت عملته كده ومن فوق عملت الغطا وفكيت الغطا وحطيت في انا كنت خرمه الغطا خرمين من فوق حطيت في الاسترس كده عشان اتعلق بيها. انا هعلق في اوضه الولاد مع الزينه بتاعت الموضه اللي انا عملتها صح شكله مش فاهم بس هي حاجه تفرح الولاد وخلاص ما تكلفش حاجه وما اخدش مننا وقت ولا مجهود هي دوب الازازه والاسترس بتاعها بس اهي شكله جميل قوي. كل عام وحضراتكم بخير يا رب يكون الفيديو عجبكم واتمنى اكون عملت حاجه فادتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي المفروض كانت ترابيزه الانتريه عندنا بس بصوا زي ما حضراتكم شايفين شكلها عمل ازاي. فانا قررت ان انا اشيل منها الابلكاش ده واحط لها ابلكاش تاني واديها لون تاني واخليها تبقى طبليه نفطر عليها ان شاء الله في رمضان. اول حاجه هعملها بقى الترابيزه وقلبتها فوق الابلكاشه وعلمتها بالقلم اهي مربعه زي ما حضراتكم شايفين. هبدا بقى اقصها انشرها كده بالمنشار ده لما اخلصها ان شاء الله مسمارها فوقها. انا كان عندي لوح الابلكاش ده زي ما حضراتكم شايفين اهو هقصه على قد وش الترابيزه من فوق هقص جزء على قدها كده ومسمره فيها وارجع لكم.
ربنا يخليهولي هو اللي عم انشرها كلها كده بنفس المقاس. هبدا امسمرها واحده واحده وبعد كده اغيرها. انا كده خلاص مسمرتها كلها اهي زي ما حضراتكم شايفين من كل جناب. هبدا بقى اغير لونها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت لها بوهيه لونها بني. اهي انا على طول البوهيه دي افتحها قدام حضراتكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا العجب معانا. طبعا اخذنا كمية تعوير انا واحمد واحنا بنشربها. خلصها ونرجع لحضراتكم ان شاء الله. رجعت لحضراتكم بعد الترابيزه ما نشفت اهي بعد ما دهنتها كلها بويه باللون البني. اهي الرجول بتاعتها. طبعا شفتوا شكلها قبل ما تتعمل اي حاجه كان منظرها بشع جدا. انا عن نفسي كنت رميها على السطوح ما كنتش محتاجه لها حاجه كان شكلها وحش جدا. جبت المقص ده اهي. انا مش هلزقه عليها مش هنعرف اغسلها واعرف اغسل المفرش كمان حتى لو حصل له حاجه لان كمان الاكل لو اتحط سخن المفرش هيلزق فيه. هتحط عليها كده بقت طبليه شكلها جميل جدا. ايه رايكم؟ طبعا شفت شكلها قبل ما اي حاجه قبل اي قبل ما تتمسمر من فوق بالابلكاش قبل ما تتغير لونها وكده كان منظرها بشع. شفتوا تمام؟ فطر عليها بقى في رمضان. كل عام حضراتكم بخير. اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوناش من دعائكم في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل مع حضراتكم حامل الموبايل وهو بيشحن نحطه. كل اللي هنستخدمه طبقين فويل وورق فوم ومسدس الشمع بتاعنا. هبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هقيس دي على دي.
اللي هقص اللي تحت. لان انا عندي الطبق ده تقريبا اتكسر مني. الاطباق دي بتبقى رقيقه جدا بتكسر بسرعه. قيس زيادة عشان ما تلسعوا. هجيب الجزء التاني انا حابه ان انا احط له لولي، او لو عايزين ممكن نحط له هيبقى شكله اشياء كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هكمل بيه.
الخط دي كنوع من التغيير يعني ينطقوا اكتر. انا هكمل مش هقصها. المقص ما عجبش الوضع واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لسه طبعا كده ما خلصتش، انا هعمل لها من ورا علقت بيها. تعلق كده شيك جدا ان هي تحط فيها الموبايل او تحط فيها اي حاجه. اهو ممكن احط فيها الفون كده، تعلق جنب الفيشه. شكلها جميل جدا ورقيقه وما كلفتش حاجه وما اخدتش مننا وقت. اتمنى اكون عملت حاجه فادتكم او نفعتكم. اتمنى يكون شكلها شيك وتعجبكم، جربوها. يا ريت ما تدخلوش علينا بالاشتراك في القناة واللايك والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا معظمنا بنجيب البوك اول ما شكله بيقدم كده بنركنه ونجيب غيره. انا عندي اكتر من واحد بالمنظر ده،
فقلت ليه ما اعيدش تدويره واستخدمه تاني. فجبت قماشه سودا، دي طرحه سودا عندي انا ما كنتش بلبسها، هقصها على قده، مش محتاجه انا الجزء اللي هو فيه الرسومات دي. زي ما حضراتكم شايفين هو من جوه جديد جدا، لكن من بره الشكل بقى ما يسرش. هلفها كده وهقص. اللي دي محتاجة حاجة تانية، واخد الجزء اللي انا قصيته هسويه بس. اي قماشه مش شرط سودا، ممكن قماشه جينز تبقى جميله برضو. اهي هبدا اثنيها كده، استخدم فيها مسدس الشمع، ممكن لو مفيش مسدس الشمع استخدم ابره وخيط عادي. الجزء ده متني اصلا، خدتني اخر جزء. هبدأ كده ألزقها، طبعا احنا لازم نسويها.
انا هو عملتها من كل الجنيه. اجيب استرس يوم فاضي. لو مفيش استرس ممكن اي دانتيل، اي حاجة، اي لولي، الماز، اي حاجة يبقى شكلها حلو يعني. مش هينفع الاسترس اللي احنا نلف بيه، لازم نقص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الجمعه ودي ساعه اجابه، فيا ريت الكل يدعي كده ربنا يستجب لنا يا رب. بقى شكله جميل جدا ورقيق. طبعا لو حد عايز ممكن اعمل كده. اي وردة، اي حاجة تدي منظر حلو. في انا عندي نص لولي، زي ما حضراتكم شايفين شكله بقى شيك جدا. بدل ما كنا هنرميها هنستخدمه. وتعتبر التكاليف معدومة. اي قماشة عندك، لو ما فيش القماش اسود ممكن اي قماشة جينز، ممكن استرس ده من غير اي حاجة خالص، بس ناخده بيبقى ده بيتباع بالمتر، بيبقى عريض كده، ممكن ناخده نلف عليه داير ما يدور، يبقى شكله جميل جدا. اتمنى يا رب اكون عملت حاجه فادتكم وعملت حاجه كويسه. ما تنسوناش من الدعم، ما تنسوش من الاشتراك في القناه، ويا ريت تعليق كويس زي حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما حضراتكم شايفين انا عملت خمس سطور وخمس سطور.
طبعا مش هتسيبها كده. انا بجرب مع حضراتكم بس يعني فكره بتيجي تلقائيه كده، مفيش حاجه معينه في دماغي، بس ده مش هيبقى شكله حلو. فانا عندي اللولي ده، خلينا في الكسر هيثبت اكتر. اعذروني لان الشمع لسعته صعبه. انا مش هنسيبها كده، مش شرط لولي طبعا، اللي عنده اي حاجه اي حابب يزوق بيها مش هتقول لا. في ورد بيتباع كده معمول جاهز، طبعا كل واحد وذوقه. عندي مكان الكبسوله اللي كانت في النص، شكلها بقى جميل. طبعا لون اللولي ذهبي مع الرسمه اصلا اللي كانت موجوده عليه، لونها ذهبي في شكله احلى برضه. زي ما حضراتكم شايفين احنا غيرنا المعالم بتاعته خالص. شكله بقى جميل جدا كأنه جديد، وده اللي انا عملته مع حضراتكم في الفيديو اللي فات. الاتنين بقى شكلهم محدش يعرفهم، كلهم زي الجديد واحلى.
واقيم، والحاجه اللي ما بنعملها بايدينا بنفرح بيها ويبقى شكلها حلو وتبقى غاليه علينا. يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون عملت حاجه فادتكم. ما تنسوناش من الاشتراك في القناه، ويا ريت لايك، ويا ريت تعليق جميل من حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده تالت بوك معايا هعمله مع حضرتكم النهاردة. ده هعمله بيجين. أيوة ماشي جينز عندك؟ أنا عندي بنطلون ابني مش بلبسه. هقص جزء على قد استخدامي واشيل الباقي استخدمه في وقت تاني. طبعا لازم نجيب حاجه تكون قيمه تكون جامده، مش هنجيب حاجه متبهدله. انا هخلي الجزء ده متنيه كده زي ما هو عشان ما احتاجش ان انا اتنيه، وهروح برضو ارحلها كده شويه للجزء المتني من الناحيه الثانيه اهو. ازود سنتي بس على قد ما هتني من هنا. انا هتنيه بمسدس الشمع. زي حضرتكم شايفين كده تانية بسيطة. لو مفيش شمع ممكن بالابرة والخيط.
وهجيب خاتم مكرمية. طبعا هو ممكن اعمله بالاستراس بس انا مش حابه اعمله بيه لان الاماكن الثانيه بالاستراس. فهجيب خاتم مكرمية واعمل منه ورد صغير. زي ما حضراتكم شايفين هي سهلة جدا، بس هو الشمع اللي بشع. انا كنت عاملة كذا واحدة، هبدأ ألزقها فيه. مش شرط طبعا ورد بالمكرمية، ممكن قماشة. هوري حضراتكم دلوقتي ازاي نعمل ورد بالقماش. للأسف عملت من اللون البينك كتير، هعمل باللون الرمادي. مش هسيبه كده، عندي اللولي ده. ممكن طبعا تسب الجينز كده، بس ممكن تسب الورد بس، طبعا كل واحد حسب ذوقه. شكله بقى جميل جدا ورقيق خالص، مفيهوش اي حاجه وما كلفناش اي حاجه. ده تالت واحد هعمله مع حضراتكم. عملت ده وعملت ده وعملت ده. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واتمنى شغلي يكون فاتكم بحاجه. يا ريت ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وباللايك، ويا ريت تعليق جميل من حضراتكم. لو في اي حاجه مش عاجباكم، لو في اي حاجه عايزيني ازودها، لو في حد عنده حاجه عايز يعمل لها اعاده تدوير ومش عارف يعملها ازاي، يا ريت يكتب لي في الكومنتات وانا هقول له يعملها ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.